ما بين التسريبات والإطلاق الرسمي، هل ممكن نقول إن ريلمي بيتنافس جهازين من أقوى أجهزة شاومي في الفترة الأخيرة، ولا الموضوع كله مجرد صدفة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. شركة ريلمي وشركة شاومي من اكتر الشركات اللي مشهورة جدا في الشارع المصري. اي حد بيجي قدامه شركة ريلمي لازم يقول قصادها شاومي او العكس، وتقريبا الاسمين مرتبطين ببعض لما تسأل اي حد عن الاجهزة اللي بيحبها. ما بين امكانيات الاجهزة اللي تقريبا متقاربة، وبين برضو ان الاسامي تعتبر شبه بعض، فبالتالي الناس دايما بتربط بين الاثنين. ومن نفس المبدأ ده، وبعد ما شاومي اعلنت عن بيع 25 مليون نسخة من جهاز ريدمي نوت 8، قررت ان هي هتعيد انتاجه لكن بنسخة حديثة، ريدمي نوت 8 2021، بشوية مميزات اعلى شوية. وعلى نفس الخطة وفي نفس المبدأ ده، في تسريبات عن شركة ريلمي انها بتحضر جهاز الريلمي سي 25S. الجهاز ده يعتبر اكتر جهاز هيكون منافس وقريب جدا من جهاز الريدمي نوت 8 2021. يعني من اول الحاجات اللي مشتركة ما بينهم مثلا ان الجهاز ده هيكون جاي برضو بمعالج الميديا تك هيليو جي 85. الا ان باقي مميزات جهاز الريلمي سي 25S تعتبر قريبة جدا ومشابهة لمميزات جهاز الريدمي نوت 8 2021. وانت بتتفرج ما تنساش انك تدوس على زر اللايك اللي عندك هنا، ومش هياخد منك ثواني ما تقلقش، واظن سهلة. اتفقنا. تعالوا بقى نعرف بقى المميزات اللي المفروض هتكون موجودة في جهاز الريلمي سي 25S طبقا للتسريبات، ونقارن بينها وبين المميزات المتوقعة لجهاز الريدمي نوت 8 2021. زي ما قلنا ان الجهازين هيجوا بمعالج الميديا تك هيليو جي 85، الا ان باقي المميزات هتلاقيها الى حد ما متقاربة. يعني مثلا الريلمي سي 25S هتكون الشاشة فيه 6.5 بوصة، وهتكون 1600x720، والشاشة هتكون LCD، لكن مفيش اي اخبار عن تردد الشاشة هيكون كام. اما ريدمي نوت 8 2021 فالشاشة 6.3 بوصة و1080x2340 IPS LCD. اما بالنسبة للكاميرات في جهاز الريلمي سي 25S، فالكاميرا الخلفية هتكون ثلاثية 48 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل، الا انه للاسف مش متوضح في التسريبات الكاميرات الخلفية التانية هتكون ايه بالظبط. وده طبعا على عكس ريدمي نوت 8 اللي المفروض الكاميرا الخلفية هتكون رباعية زيها زي الكاميرا الخلفية في الجهاز القديم، هتكون 48 ميجا بكسل و8 ميجا بكسل الترا وايد و2 ميجا بكسل ماكرو و2 ميجا بكسل ديبث او عمق. اما عن الرام فجهاز الريلمي سي 25S الرام فيها هتكون 4 جيجا بس، وبالنسبة للروم فهتكون 128 جيجا، على عكس جهاز الريدمي نوت 8 2021 الرام هتكون 4 جيجا والذاكرة الداخلية هتكون 64 أو 128، وطبعا الرام في الجهازين هتكون من نفس النوع. أما عن آخر حاجة في التسريبات واللي بيتفوق فيها جهاز الريلمي سي 25S هي البطارية. بطارية الجهاز هتكون 6000 ملي أمبير، على عكس بطارية جهاز الريدمي نوت 8 اللي هتكون 4000 ملي أمبير. ومش هنجيب سيرة الشحن السريع لأنه ما تمش تسريب الشحن السريع في الريلمي سي 25S هيكون كام. وبعد ما قارنا بين الجهازين في حدود تسريبات الريلمي سي 25S، طبعا واضح ان الكفة بتميل شوية ناحية جهاز الريدمي نوت 8 2021، الا ان كفة السعر بتميل شوية ناحية جهاز الريلمي سي 25S. طبقا للتسريبات جهاز الريلمي سي 25S هيكون ب $170، وده على عكس جهاز الريدمي نوت 8 2021 ب $147. ومن ناحية تانية بقى، كنا اتكلمنا قبل كده عن جهاز الريدمي كي 40 جيم انهانسد اديشن او نسخة الالعاب المطورة من شاومي، والمفروض ان هو جايب مميزات قوية جدا، الا انه تم رسميا يوم 31/5 اطلاق الجهاز الجديد من ريلمي، ريلمي اكس 7 ماكس، والمفروض ان مواصفات الجهاز ده بتخليه يدخل في منافسة مع جهاز الكي 40 جيم انهانسد اديشن طبقا لمواقع التقنية. الجهاز ده ما كانش فيه اخبار وتسريبات عنه بالقدر الكافي لحين موعد نزوله بشكل رسمي في الهند، الا انه طبقا لبعض مواقع التقنية فالمفروض الجهاز ده داخل في منافسة مع جهاز الكي 40 جيم انهانسد اديشن زي ما قلنا. فتعالوا نعرف ايه المواصفات اللي نازل بيها ونقارن ما بينهم. طبعا اول حاجة مشتركة ما بين الكي 40 والريلمي اكس 7 ماكس هو ان الاثنين هيكونوا بنفس المعالج الدايمنستي 1200، الا انه باقي المواصفات ما بين الجهازين نقدر نقول الى حد ما متقاربه. يعني الشاشه مثلا 6.67 بوصه شاشه اموليد بدقه 2400x1080 و120 هرتز تردد للشاشه، بينما في جهاز الريلمي اكس 7 ماكس فالشاشه 6.43 بوصه سوبر اموليد وبدقه 2400x1080 و120 هرتز تردد الشاشه برضو. من ناحيه تانية جهاز الكي 40 البطاريه فيه 5000 ملي امبير، او علشان نكون اكثر دقه فهي 5065 ملي امبير، وبتدعم شحن سريع 67 واط، على عكس جهاز الريلمي اكس 7 ماكس البطاريه فيه 4500 ملي امبير وبتدعم شحن سريع 50 واط. بخصوص الكاميرات فالجهازين جايين بنفس الكاميرات، يعني 64 ميجا بكسل 8 ميجا بكسل الترا وايد و2 ميجا بكسل ماكرو،
وبالنسبة للكاميرا الأمامية فهي 16 ميجا بيكسل في الجهازين. وبخصوص الذاكرة والرام فجهاز الكي 40 أقل إصدار منه هو 6 جيجا و128 جيجا مساحة داخلية، في الوقت اللي جهاز ريلمي إكس 7 ماكس بيجي بأكتر من إصدار وأقل إصدار فيه هو 8 جيجا رام و128 جيجا مساحة داخلية. Realme, we are driven by our desire for future speed. And speed has come a long way from where it started. Hours became minutes, and minutes turned into an instant. Still not fast enough? From 2G to 3G to 4G, we leapt from one generation to the next. But the next leap is the greatest one ever. The leap to a 5G future, where all you want is just a touch away. Reimagine lag-free gaming, streaming and downloading, all in real time. Presenting Realme X7 Max 5G with India's first Dimensity 1200 5G processor. Be 5G future ready. Realme, dare to leap. واخيرا بقى بخصوص السعر، فجهاز الكي 40 اقل نسخه اللي هي ال 6 جيجا و128 جيجا مساحه داخليه بيجي بسعر 308 دولار، على عكس جهاز الريلمي اكس 7 ماكس اقل نسخه زي ما قلنا 8 جيجا و128 جيجا مساحه داخليه بيجي بسعر 372 دولار. واخيرا بقى فجهاز الريلمي اكس 7 ماكس المفروض ان هو نزل رسميا في الهند بتاريخ 31/5 وهيكون في مراجعات عنه من الهند بقى. اما بالنسبه بقى لمحبي اجهزه ريلمي او الريلمي فانز، فقريب جدا هنعرف هل الجهاز هيكون موجود في مصر ولا لا. ودي كانت نهايه الفيديو، ما تنساش انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا، تقدر تدوس على الاشتراك علشان تتابع اخبار التقنيه اول باول. شكرا للمتابعه، نلقاكم على خير.